مرحبا يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكيم. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور، تمنحنا الطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك طاقة يا نور، سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة، أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. الوضع المقلوب. هذا أمر عجيب، الثلاجة مقلوبة. انظري إلى هذا، مقعدي المفضل في وضع مقلوب. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا، يجب أن نعثر على المسؤول عن قلب الأشياء. شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم، ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ شكراً لكم يا أصدقاء. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور، هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعد اللعب عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور، أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا، لفوها في دوائر، واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. إنه يعمل، ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر، لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي، لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور، لا أصدق ما أرى. في الحقيقة كنا نأمل أن تخبرنا من الذي يقلب الأشياء. لا تخبريني، لا تخبريني، لقد قلب أحدهم أشياءكم رأسا على عقب. ها؟ كيف عرف هذا؟ الحكيم يعرف كل شيء. ترى من هو؟ دعونا نرى. أها، كنت أعرف هذا، إنه وحش الوضع المقلوب. وحش الوضع المقلوب؟ من هو؟ وحش الوضع المقلوب يقف على رأسه، قدماه في الهواء على عكس الجميع، لا يعرف الوقوف على قدميه، لهذا يضع أي شيء يراه في وضع مقلوب. تعني أن وحش الوضع المقلوب سيضع كل شيء في العالم في وضع مقلوب؟ أخشى هذا يا نور. أصدقائي، أمر سيء جداً أن ينقلب العالم. سنشعر بدوار شديد. هناك حل لهذه المشكلة، سنبحث عن وحش الوضع المقلوب ونمنعه من أن يقلب كل الأشياء التي في العالم. للعثور على وحش الوضع المقلوب عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب، هناك ثلاثة أبواب لا أكثر، ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش الوضع المقلوب،
ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش الوضع المقلوب. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر، أنا واجب. والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب! هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشاع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى! اجروا يا أصدقاء! الباب! نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، إنها نعامة. أظن ذلك نعامة رأسها إلى الأسفل. لنرى ما خلف الباب. موصد. نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر. هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم في طول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عالياً. مدوا أيديكم. والآن اقفزوا. أمسكنا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. لندخل من باب النعامة مقلوبة الرأس. هيا بنا. قطار فارغ. لا نعام. والآن هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك. على الجانب الآخر من عربة القطار. هيا يا أصدقاء، هذا الأمر سهل للغاية. إنه نعام. لماذا يقلب النعام رأسه؟ أظن أننا نمر بيوم مقلوب. هي يا نعام، احترسوا جميعا. أصدقائي، كيف نصل إلى الباب الثاني والنعام يقف في طريقنا؟ هذا قطار النعام. لقد قلب وحش الوضع المقلوب علامات القطار، والنعام في ورطة. يحاولون قراءة العلامات، لكن هذا يشعرهم بالدوار. إنهم يترنحون في كل مكان وسيصطدمون بكم إلا إذا ابتعدتم عن طريقهم بسرعة كي تصلوا إلى الباب الثاني. نبتعد عن طريقهم بسرعة؟ كيف نفعل هذا؟ للابتعاد عن طريق النعام بسرعة، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نبتعد عن طريق النعام بسرعة؟ عجل البحر المصفق؟ الثعلب المراوغ؟ القارد الحفار؟ الثعلب المراوغ. أحسنتم. هيا يا أصدقائي، كي نبتعد عن طريق النعام بسرعة،
علينا أن نراوغ نراوغ بسرعة مثل الثعلب. انظروا إلي. ديدي ثعلب مراوغ. لنراوغ مثل الثعلب. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع يا أصدقاء. عندما أقول ثلاثة اقعدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. عادوا. خطوات سريعة ثم نبطئ. نعدو ونتوقف ثم ننطلق. هيا نراوغ معا مثل الثعلب. الحركة المستمرة رائعة. انخفض مستوى الطاقة. هيا اقعدوا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أنا أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. هيا يا أصدقاء لنواصل العدو. أوشكنا على الوصول. نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا قطار النعام. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. أها. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. رقص رائع حقا يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، ما هذا؟ أظن أنه دب قطبي صغير يضع الملابس بطريقة عجيبة. ماذا خلف الباب؟ موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. هيا ندخل من باب الدب القطبي. هيا بنا. الطقس بارد هنا. لا أرى دببة قطبية. هل ترون الباب الثالث هنا؟ انظري، ها هو هناك على جانب البحيرة. هيا يا أصدقاء، هذا أمر سهل للغاية. دببة قطبية صغيرة، لماذا تضع الملابس بهذا الشكل؟ أيتها الدبة. أظن أنها الدبة القطبية الأم. تحركي أيتها الدبة القطبية الأم. لما لا تجعلنا نمر؟ هذا ملعب الدببة القطبية الصغيرة. لقد وضع وحش الوضع المقلوب ملابس الدببة بشكل خطأ. وضع السترات على أرجلها والسراويل على رؤوسها. لا ترى الدببة شيئا، لكنها تستمتع باللعب. لكن انتهى وقت اللعب وتريد الدبة الأم مساعدتكم. الثلج زلج ولا تريدون السقوط. اخطوا خطوات صغيرة واجمعوا الدببة. نأخذ خطوات صغيرة ونجمع الدببة يا حكيم. كيف نفعل هذا؟ لأخذ خطوات صغيرة وجمع الدببة اختاروا حركة من الحركات. الحركات. أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نأخذ خطوات صغيرة ونجمع الدببة؟ قنديل البحر المهتز؟
الحصان السريع، البطريق المتهادي. البطريق المتهادي، أحسنتم. حسناً يا أصدقاء، لكي نصل جميعاً إلى الباب الثالث علينا أن نخطو خطوات صغيرة مثل البطريق. راقبوني الآن. أحسنت يا ديدي، لنخطو خطوات صغيرة كالبطريق. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع جداً. عندما أقول ثلاثة تهادوا. واحد، اثنان، ثلاثة، تهادوا. هيا معي يا أصدقائي، راقبوني جيداً. افتحوا أرجلكم، قفوا منتصبين، تهادوا معي. نعم، أنتم رائعون. تهادوا، تهادوا بحرص مثلي أنا حتى لا تنزلقوا. انخفض مستوى الطاقة. ساعدوني يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. خطوات صغيرة يا أصدقاء، أو شكل على الوصول. خطوات قليلة كي نصل إلى الباب. نعم، لقد أحسنتم يا أصدقاء. جمعنا الدببة القطبية الصغيرة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي، ارقصوا معي. رقص رائع حقا يا أصدقائي. أظن أن الدبة الأم تريد أن تهديك شيئاً. أشكرك. قبعات جميلة، احتفظ بها يا ديدي. من يدري، قد نحتاج إليها اليوم. الباب الثالث. وحش الوضع المقلوب. ليس مغلقاً. هيا يا أصدقائي، لنمنع وحش الوضع المقلوب من قلب كل الأشياء التي في العالم. واو، انظروا إلى كل هذه الأشياء المقلوبة. أصدقائي، هل تعرفون من يعيش هنا؟ ها؟ وحش الوضع المقلوب. إنه يحب أن يضع الأشياء في وضع مقلوب. قال الحكيم إن وحش الوضع المقلوب لا يعرف الوضع الصحيح للأشياء. يقلب الأشياء لأنه يظن أنها يجب أن تكون مقلوبة. لا أعرف ما هو وضعه الصحيح. لكن انظر، أظن أن هذه أصابع قدميه وتلك أصابع يديه. نعم، إنه يقف بالفعل على يديه. نعم، إذا عثر على شيء يجعله يعرف الوضع الصحيح. هذه. لا شكراً يا ديدي، لا أستطيع أن أضع القبعة. أحاول أن أفكر في حل ما. انتظروا، القبعة. إذا وضع وحش الوضع المقلوب القبعة سيعرف الوضع الصحيح بسهولة. أيها التنين، أنت عبقري، جربها. انظروا الآن يا أصدقاء. يا صديقي، إنني أحمل لك هدية. لقد عرف الوضع الصحيح. أخيراً تمكن وحش الوضع المقلوب من معرفة الوضع الصحيح الآن يا أصدقائي.
هكذا عاد كل شيء إلى طبيعته. دادي، دادي، يبدو أن لدينا وحش الوضع المقلوب الجديد. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. منعنا وحش الوضع المقلوب من أن يقلب جميع الأشياء التي في العالم. عاد تنيني دادي. أشكركم. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي، تذكروا، تحركوا ولا تتوقفوا.